اسمعان بابا شو عملت؟ تخبيص شو؟ اجت الشرطة عمار كوسو في دافن زلمة بحديقته وبتمر اسماءكم، قال في مشكلة ارض وما ارض بيناتكم، شو عم بيصير؟ لا مو معقول، عمار ما بيقتل، كذب. اهدي نرمين لا تنفعلي. عم قلكم كذب، عمار ما بيقتل. بابا شو عم يصير؟ شو؟ عم بستنى توضيح، شو اصل المشكلة؟ قال مذكور بالإفادة قصة أرض عم تتخانقوا عليها. الحقيقة أنه أنا شو قلي؟ أنا وفرح لقينا أرض وفكرنا نشتريها ونبني عليها. إيه؟ ليش ما عندي خبر بهالشي؟ بابا كنا مفكرين نعمل لك إياها مفاجأة، بس صار يعني مشاكل. عشنا وشفنا والله، بعد صياعة سنين قررت تستقل وتكون صاحب شغل خاص، ها؟ وغطست بمشاكل من أولها. هلأ خود فرح وبكر وروحوا على النائب العام ولا تجيبوا لي بلوي على رأسي. بالإفراج إن شاء الله. شكرا. ما عم صدق، مو معقول، ليش لا يعمل هيك شيء؟ أنا شو عرفني يا فرح؟ بعدين شو دخلني فيه؟ بيكون طلع له شي حدا تاني بده الارض قام قتله. مصيبة والله. شو انا مسؤول عن كل شي بيصير معه لهالزلمة؟ ايمن ماشي، ممكن تكون منرفز منه بس كون واقعي، هو من النوع اللي ممكن يعمل هيك بس مو من النوع اللي ممكن يقتل. لا تحكي هاد الحكي الفاضي يا فرح. شو يعني انا يعني قتلت الرجال ودفنته بحديقته؟ معناته انا المجرم. المحرض بجريمة محسن أوزتورك هو حضرتك. بس يا حضرة النائب العام، هاي إفادة خيالية ما إلها أي أساس من الصحة. القانون هو بيحددها يا أستاذ. سيادة النائب العام اللي اسمه عمار كوسوفي ما له شغلة غير أنه يعرقل لي شغلي، على أي أساس عم يتهمني؟ هاي كلها اتهامات باطلة سيادة النائب العام. أنتوا طلبتوا شراء نفس الأرض. بس يا سيدي هاي شغلات طبيعية كتير بحياة رجال الأعمال، يعني ممكن يطلبوا نفس الأرض أشخاص كتير. عمار أفاد انه حضرتك استخدمت بكر قرضاغ ليخلي محسن أوزتورك يوقع على وكالة تحت التهديد، وفرح خانوم كانت حاضرة شخصيا هاد الحكي مانو صحيح، هاد الحكي كله تلفيق. اصلا الرجال المقتول ما كان بده يبيع ارضه لحدا ابدا، في ناس تانين كمان طلبوا وما باعوا، وعمار كوسوفي كمان طلبه، مشان هيك ممكن الزلمة يكون انقتل على ايد اي واحد منه. شوفوا يا سيدي، موكلي أيمن كروانجي أوغلو هو من أكبر دافعي الضرائب بتركيا. أستاذ شوكت، أنا هون عم حقق بجريمة، تركني من الضرائب ووفر لي هالحكي. سيدي أنا لهلأ ما فهمت شي، لشو سيادتكم استدعيتوني لهون؟ أنا شو علاقتي بالجسة وبالحديقة؟ الجسة طلعت بحديقة الشي؟ لا، بس طلعت بحديقة عمار كوسوفي، معناتها أنا مالي علاقة بكل الموضوع يا سيادة النائب العام. أيمن شو صار؟ هالزلمة ما رح يتركنا بحالنا فرح، كل مشاكلنا من تحت راسه هو. الشرطة لقيت الجثة بحديقة بيته وعم يتهمنا فيها. قلنا بينت كل الأدلة؟ الشغلة ما بدها دليل أبداً، عم قلك طالعوا الجثة من حديقة بيته، بس طبعاً بده يتهمنا، وطبعاً بده يستخدم قصة الوكالة والخناقة لحتى يرمي الشغلة فوق راسنا وينتقم منا. فهمتي فرح؟ انتبهي لإفادتك منيح. ما فهمت فرح خانم، تفضلي.